عبر السكايب من الخليل ينضم إلينا دكتور بلال الشبكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل. أهلا بحضرتك معنا في مصر جديدة. وبداية، ما هو أثر هذه العملية الاستشهادية التي حدثت في تل أبيب؟ إيه المعلومات اللي ممكن نعرفها عن منفذ هذه العملية؟ وهل سلاح العمليات الاستشهادية هيكون فارق وحاسم في الحرب وفارق وحاسم في العملية التفاوضية؟ مساء الخير. يعني أولا بخصوص المعلومات التي يمكن أن تكون متوفرة حول هذه العملية، ما زالت شحيحة حتى هذه اللحظة، وهناك ربما تحفظ إسرائيلي على إصدار بعض المعلومات عن هوية المنفذ وطبيعة انتمائه التنظيمي إن كان هناك انتماء. لكن هناك بعض وسائل الإعلام الإسرائيلي التي تشير إلى عدم القدرة على تحديد الإطار التنظيمي أو الخلفية التنظيمية لمنفذ العملية، وهذا يعني من بين ما يعنيه أن كل فلسطيني أصبح بالنسبة لإسرائيل هو عبارة عن تهديد، بمعنى ليس أولئك فقط الذين لديهم سجلات أمنية لدى إسرائيل هم الذين قد يقدموا على مثل هذه العمليات. هذا النوع من العمليات كان قد مورس في فترة منتصف التسعينات وحتى في الألفية الثالثة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وربما جرت مراجعات ما بين الفصائل الفلسطينية حول جدوى مثل هذا النوع من العمليات. لكن في هذه المرحلة بالذات أن تقدم الفصائل الفلسطينية على عملية من هذا النوع، لأنه تم تبنيها من حركة حماس والجهاد الإسلامي بغض النظر عن المعلومات التي تصدر إسرائيليا حول غياب المعلومات الكافية حول هوية المنفذ، هذا يشير إلى أن هذه الفصائل الفلسطينية تريد أن تحرك شريحة أوسع من الشارع الإسرائيلي ضد الحرب. بمعنى من يتابع الاستطلاعات الرأي في إسرائيل دائما ما هناك إشارة إلى أن أغلبية المجتمع الإسرائيلي تطالب بضرورة الذهاب إلى صفقة، لكن أولئك الذين يحتجون في الشارع ويظهرون هذا الاعتراض هم أقلية مقارنة باستطلاعات الرأي، بمعنى أن الأرقام في استطلاعات الرأي لا تترجم من خلال الحراك الجماهيري في شوارع تل أبيب. لذلك ربما أرادت الفصائل الفلسطينية أن تشعر المجتمع الإسرائيلي بأن أمنه الشخصي قد يكون مهددا إذا لم يتخذ خطوات أكثر فاعلية لتصويب مسار الحكومة الحالية من نعم، حيث عشان سياساتها كده ومن حيث الكيان ما يمكن. الصهيوني بيخشى العمليات الاستشهادية يعني بوجه الخصوص أكتر من أي حاجة تانية؟ عزيزتي، الحرب الدائرة منذ أشهر هي حرب تشنها إسرائيل في ساحات غير ساحاتها، بمعنى في قطاع غزة وفي الجنوب اللبناني، لكن الإسرائيلي كإسرائيلي لا يشعر بأثر هذه الحرب إلا في الحدود الدنيا، أولئك صحيح الذين نزحوا من صحيح، مناطق الجنوب وأولئك الذين نزحوا من مناطق الشمال. الفصائل الفلسطينية تريد الآن أن تعيد بناء المشهد بحيث يصبح الإسرائيلي أيا كان في أي موقع داخل الأراضي المحتلة هو عرضة للتهديد، وهذا الأمر ليس سعيا للتصعيد وإنما سعيا للتهدئة، بمعنى أنه يريد من خلال ذلك أن يوسع دائرة المتأثرين بالحرب في المجتمع الإسرائيلي بحيث يصبح عنصرا ضاغطا. مضافا إلى ذلك، معظم هذه العمليات إن بدأت تتم وتصبح تدريجية في الداخل المحتل، عادة ما تكون مصادرها أو أولئك الذين يقدمون عليها من الضفة الغربية، وساحة الضفة الغربية ساحة حساسة جدا للإسرائيليين، بمعنى أن قطاع غزة منفصل بحكم الأمر الواقع والحل والإجراءات الأمنية، والساحة اللبنانية منفصلة، لكن ساحة الضفة الغربية ساحة متداخلة نعم. مع الكثير من الإسرائيليين وتحديدا المستوطنين. ولذلك تخشى إسرائيل من أن تكون هذه العملية مقدمة لإعادة إنتاج صور كانت موجودة سابقا في نعم. العلاقة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية. صحيح. وبالحديث عن الضفة، يعني شهدنا اقتحامات في الضفة الغربية، وشارك فيها سيموتريتش، انضم للمستوطنين في اعتداءاتهم. يعني أظهرت صور من كاميرات مراقبة اقتحام وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سيموتريتش قرية المالحة الواقعة على أراضي بلدة زعترة شرق بيت لحم أمس الأحد. يعني احنا بنشوف سيموتريتش بذات نفسه رايح يعتدي على قرية فلسطينية، ومن قبله بن كفير في دخوله المتكرر إلى المسجد المسجد الأقصى. الأقصى. نعم.
ما نشهده حقيقة في الضفة الغربية أن هناك تحول في طريقة الاعتداء، كانت سابقا من قبل بعض المستوطنين بشكل فردي، ومن ثم أو بشكل متوازي من قبل الجيش الإسرائيلي، لكن ما يجري حقيقة الآن هو عمل منظم من قبل جماعات من المستوطنين وليسوا أفراد، وهناك جماعات منظمة وتتلقى تمويلا ودعما من جهات رسمية، من بينها هذه الجهات الممثلة في الحكومة الإسرائيلية مثل سموتريتش وبنكفير. نعم ولذلك الاعتداءات لم تعد اعتداءات فقط جسدية على الفلسطينيين أو على ممتلكاتهم، وإنما هناك خطوات نعم ممنهجة لسحب الصلاحيات من السلطة الفلسطينية، تحويل المناطق. يعني أنا ربما تعلمون أو بالتأكيد تعلمون أن الضفة الغربية مقسمة إلى 3 مناطق A, B, نعم C وفقا نعم لاتفاقية إعلان نعم المبادئ. بي كانت منطقة يفترض أن تكون تحت الولاية الفلسطينية إداريا، يتم سحب هذه المنطقة من تحت السلطة الفلسطينية تدريجيا، وتم تسليم سموتريتش ملفين هامين جدا في الضفة الغربية، ملف مرتبط بالزراعة وملف مرتبط بالعمران، بمعنى بمقدور سموتريتش الآن أن يحد من نشاط الفلسطينيين الزراعي في المناطق الريفية والقروية، وبمقدوره أن يحد من التمدد العمراني للفلسطينيين. يعني نحن نعلم أن هناك الآن جرائم ترتكب في قطاع غزة، وبالتالي الإضاءة يجب أن تكون على آلام الناس هناك، لكن ما يجري في الضفة الغربية أيضا لا يقل خطورة من حيث العمل الممنهج، بحيث نعم يتم الآن هدم الكثير من البيوت الفلسطينية، إخلاء الكثير من التجمعات السكنية، منع المزارعين من الوصول إلى أماكنهم وإلى مزارعهم، هذا كله ده بيخليني يحول أسأل الضفة حضرتك، الغربية إلى بيئة طالبة. نعم، هل ممكن اللي بيحصل في الضفة الغربية يعمل انتفاضة جديدة في الضفة والقدس مع زيادة وتيرة الاقتحامات برعاية الحكومة الإرهابية؟ ما تفضلت بالإشارة إليه الآن هي تقديرات المستوى الأمني الإسرائيلي، بمعنى هم يعلمون ذلك. هذا الأمر قبل أسابيع يعني تم رفع تقارير من المستوى الأمني الإسرائيلي إلى المستوى السياسي أن بقاء الحال نعم على ما هو عليه لن يجلب الهدوء إلى هذه المنطقة، بل نعم سيدخل ساحات جديدة إلى المواجهة، ومن هذه الساحات الضفة الغربية التي ربما يقدم الناس فيها على مواجهة ما يجري الآن. لكن ساحة الضفة الغربية ساحة مثقلة مكبلة، يعني من لا يقطن في الضفة الغربية ربما من الصعب أن يتصور الحال التي فيها الضفة الغربية. الضفة الغربية مقسمة إلى عدة أجزاء تفصلها من خلال حواجز عسكرية ومعابر، وكل قرية ومدينة فلسطينية محاطة بمجموعة من المستوطنات، بمعنى أن التواصل الجغرافي هو تواصل متوهم. هناك دائما عمليات اقتطاع للأراضي في الضفة الغربية، حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت الكثير من الفلسطينيين دون أي تهمة، جزء منهم مما يعرف بالمعتقلين إداريا، نعم بمعنى لم يتم توجيه التهم إليهم. هذا كله يكبل من حراك الضفة الغربية ويجعل حركتها متثاقلة وبطيئة، وربما هذا يعني ما يفسر الكثير من التساؤلات المطروحة على مستوى فلسطيني أو على مستوى عربي، إنه ما حال الضفة الغربية ولماذا هذا التثاقل في الاستجابة لما يجري داخل القطاع. نعم القناة 13 الإسرائيلية بتقول إن جيش الاحتلال استدعى جنود احتياط كان تم تسريحهم قبل ذلك بسبب النقص في الأفراد، يعني بدأوا يستدعوا جنود إضافيين بسبب النقص في الأفراد. هل ده يعني استعداد لمواجهة أكتر من جبهة، اللي بيحصل في غزة، اللي بيحصل في الضفة وأيضا لبنان؟ نعم، بالرغم مما يجري الآن الحديث عنه حول عملية تفاوضية، إلا أن الجميع متشائم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدث بلسان متفائل لغايات نعم سياسية وليس بما يعكس الواقع. نعم هذا ما يجري حاليا أن كل العوامل ذاهبة باتجاه التصعيد، لا يوجد آفاق للانسحاب من قطاع غزة، الوضع في الضفة الغربية يزداد سوءا، وهناك إصرار من قبل بعض الأطراف الإسرائيلية على مهاجمة أطراف إقليمية من بينها لبنان. لذلك عملية إعادة بعض الجنود الاحتياط ربما فيها رسالة إلى أطراف أخرى أن إسرائيل تستعد للمواجهة، لكنها تعكس حقيقة أن إسرائيل في ظل هذه الجبهات المتعددة لم تعد قادرة على الصمود لوحدها، ولذلك تم استدعاء القطع البحرية الأمريكية إلى شرق المتوسط وإلى البحر الأحمر، وهناك حالة إدراك من قبل الكثير من الإسرائيليين وفقا لاستطلاعات الرأي أن نعم إسرائيل ليس بمقدورها أن تشن حرب على مستوى متعدد الجبهات دون دعم وإسناد دولي تحديدا من الولايات المتحدة. أشكرك شكرا جزيلا عبر السكايب من الخليل، كنت معنا دكتور بلال الشوبكي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل.